النقطة دي تحديدا يمكن شدد عليها السيد الرئيس امبارح لما قال انه الاستراتيجية اللي اطلقت امس لا تعني يعني نكوص مصر عن التزاماتها التعهدية والمواثيق الدولية. بالعكس ده هي الاستراتيجية بتنص على ان هذه الاستراتيجية تأتي تنفيذا للدستور و الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر. صحيح. فأنا طالما مش هتتعارض معها. لا خالص لا خالص. أنا بس عايز أرجع لكلام مهم جدا اتقال، موضوع التثقيف. الحقيقة أنا لازم أبتدي من النهاردة بالدورات التدريبية، لأن أنا لما أبص لمين الدورات، لكل اللي حضرتك ممكن تفكر فيه. وأنا هقول لك دلوقتي، أنا عندي استراتيجية اتحطت وعملنا مشهد رائع في إعلان هذه الاستراتيجية رئيس الجمهورية والكلام اللي قاله. وارجع تاني واقول يعني لما 30 يونيو قلنا الرئيس حط روحه على كفه وطلع تلبية لنداء الشعب، هو برضو خد مخاطرة كبيرة جدا لما وقف وقال احنا بنتولد على دين ابائنا وما بنختارش بيننا، وطلعوا الناس على السوشيال ميديا. انا ما يهمنيش، بالعكس. ده نقاش وده كلام شجاع حر، كلام شجاع، دعوه للتفكير ودعوه لعدم الخوف ودعوه لاطلاق العقل وفكر بلا ضوء. وامبارح بالظبط، وامبارح الرئيس رجع تاني ودخل في منطقه الناس كلها كانت بتخاف تتكلم فيها. وده الحقيقة أنا يعني المشهد الرئيس كسر تابوهات كتير جدا جدا، والمشهد امبارح كان رائع، بس كان ناقصه اتنين أنا دورت عليهم وما لقيتهمش، فضيلة الإمام الأكبر والبابا وقداسة البابا توادروس. كنت أحب إن أنا أشوف الاتنين، لأن الاتنين بيبذلوا مجهود كبير جدا 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 عكس ما يتخيل البعض. أنا فضيلة الإمام الأكبر الحقيقة بيبذل جهود هادية دبلوماسية، خطوات صغيرة كده اللي بتحدث التغيير، مش فرقعات إعلامية. قداسة البابا توادروس الحقيقة النهاردة احنا محظوظين في المؤسسات الدينية بقيادات مستنيرة، مشكلتنا ان احنا ننزل تحت ونقيم. بس مش يمكن ده احسن نزحزح. يعني انهم مجوش، مش حكاية مجوش، انه يعني احنا ما لم يدعوا يعني او ما عرفش. لا لا لا, لا يعني ما عرفش، ما كانوش موجودين يعني. واحنا بنتكلم عن المشهد ونتكلم بحرية. انه انا عايز ابعت رسالة انه نحن نسعى نحو مدنية الدولة. لا معلش يعني لا لا لا، وجود القامتين لا يختلف عن يعني معنى نفهمه. بس لا انا عايز اقول لك معلش اعذروني بقى، وانا أنا يعني انا بحب على فكره قداسة البابا وفضيله الامام جدا طيب جدا، بس طيب يعني معلش انا شايف الوضع كده. ولا ايه يا نشا؟ لا انا كنت شايفه، انا متفق تماما مع الطرح اللي تم بالفعل امبارح. ربما يكون لا أنا هقول لحضرتك، ربما يكون في ظروف. بص حضرتك يعني ما اعرفش ليه ما دعوش، لكن في كل الاحوال ما جرى اعتقده الصح. طيب انا بقى شايفه لا انا هقول لحضرتك على حاجه، انا لو حد كان حكى لي على اللي حصل امبارح ما كنتش هصدقه، على الرغم من الوقت اللي نشرات الاخبار افرادته وبتاع، انما لما تحضر وتعيش الروح حاجه تانية خالص. انا اللي شفته امبارح الحقيقة عظيم جدا. طيب. ولا معلش دي نقطة مهمة عايزة أخلصها. الدين مكون مهم جدا في حياتنا. ده صحيح. مشكلتنا. بس هل هو المحرك؟ ثانية واحدة. هل يجب أن يكون المحرك والدين؟ ثانية واحدة. مشكلتنا إنه البعض استغل الدين كي يقهر حقوق الإنسان. بالظبط. فأنت النهاردة بتبرأ الدين من هذا، وبتقول إن في ناس أساءوا تفسير الدين. ودي أول مهمة. يعني لو أنا بتكلم على حقوق الإنسان، إيه المبدأ الأول في حقوق الإنسان؟ المبدأ في عدم التمييز. حضرتك ما تسألنيش ديني، ما تسألنيش جنسي، ما تبصش لون بشرتي، حوار شيكابالا مع عمرو. على فكرة حضرتك دي بالظبط، معلش أنا آسف المقاطعة، هو أصل ولب الدين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وده اللي قاله الرئيس. ليس عليك هداهم، ده للنبي. ده اللي قاله، وكمان لا فرق بين عربيين واعجميين. بالظبط. يعني هو ده لب الدين في كل الاديان بالمناسبه، الدين الاسلامي. بالزبط. الدين المسيحي، كل الدين اليهودي. وعشان كده انا المساواه والعدل. انا سعيده النهارده في المدارس بيدرسوا القيم المشتركه، ودي خطوه مهمه جدا. عايزه بس بسرعه اقول
الاستراتيجية هننفذها ازاي والضمانات ازاي. طيب. انا لازم اتكلم على اجراءات التنفيذ. ايه هي اجراءات التنفيذ بصرف النظر مين الجهة اللي هتنفذ؟ حضرتك عندك تشريع لازم تمسكه واحدة واحدة وتراجعه. التشريع. عندك لازم تحط خطة زمنية، والكلام ده قاله السيد النائب، تحط خطة زمنية بأهداف وترصدها وتشوف هتتنفذ ازاي، تضمن ان ده بيتنفذ بالشراكة بين المجتمع المدني والحكومة. تلاتة، ترصد اموال وموارد بشرية للتنفيذ. اربعة، يبقى عندك جهة مخولة بالصلاحيات ولديها الموارد تمكنها من تنسيق الجهود. ده اللي انت قلته الاول، هي دي لب تنسيق الجهود. ما فيش جهة واحدة تقدر تنفذ الاستراتيجية.